أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. أي موسم وصلنا؟ إحنا طال عمرك إحنا أول شيء نستكمل صحيح هذا الكتاب، كتاب أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم موثق في نتائج المباريات من موسم 1961 حتى موسم 75. صحيح، صراحة متعة يعني بس استعراض هالنتائج وهالزمن الجميل. الحين موسم طبعا الدرجة الثانية 63-64، احنا تكلمنا عن موسم الدرجة الأولى 63-64 وهو الموسم الثالث ترى للدوري، فاز فيه العربي موسم 63 63-64 موسم الثالث وفاز فيه العربي بعد طبعا مباراة فاصلة مع القادسية بعد ما تعادلوا بالنقاط 18 نقطة لكل فريق. صحيح. فاز العربي مباراة فاصلة 2-1 طبعا نفس الموسم هذا اللي تحت السن العام. منو؟ احنا اول موسم من فاز فيه؟ ثنت شويخ. والثاني؟ ثنت شويخ. والثالث؟ ثنت شويخ. ثنت شويخ. الثالث ثنت شويخ 14 نقطة. الموسم الأول الأول والثاني منو؟ العربي. العربي. والثالث؟ العربي. العربي 11 نقطة. ورقم هاي الثاني طبعا. المركز الثاني، المركز الثالث القادسية 9 نقاط، الكويت 4 نقاط، والكلية الصناعية 0. غاب طبعا كيفان، طب غاب كيفان وغابوا الشرطة. كيفان والشرطة. اي نروح لكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم للموسم الرياضي 63 64 65 ولا الموسم الرياضي 63 64 ها هو يعني 64 ايه 64 العربي فهيحيل، هي اول مره يدش فهيحيل. ايه صح. 8-0 للعربي. الحميدي الكويت 2-0 للكويت. نروح الى طبعا هاي المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه القادسيه الكليه الصناعيه 5-0 للقادسيه. الشرطه ثانويه شويخ 5-3 لثانويه شويخ. الحين يلعبون العربي مع الكويت. فازوا العربي 8-3. 8-3. 8-3. والقادسية مع ثنين شويخ 5-4 للقادسية. شكلها بالانتيات هذه ولا؟ نهائي القادسية والعربي 2-1 العربي. العربي وتوج العربي لثالث مرة على التوالي بطل لكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم لقب المعظم في ذاك الوقت الموسم الرياضي 63-64. الحين موسم 64-65 دور الدرجة الأولى الدوري العام، شاركوا أبو فهد تغيروا الفرق كلية، دشوا الأندية الجديدة هني للتوثيق. 64-65 ما في كلية صناعية، ما في ثانوي شويخ، ثانوي شويخ ما في كيفان. صحيح. ما في شرطة. الظاهر طلع قرار يعني تغير ودخول أندية جديدة، دخول أندية جديدة وعدم مشاركة المدارس و المعاهد وعرفت. فالظاهر انه في هذا الموسم اللي هو موسم 64-65 الفرق اللي شاركت الكويت، القادسية، العربي، السالمية، الفيحيل، الشباب. الكويت، القادسية، العربي، السالمية، الفيحيل، الشباب. الفيحيل، الشباب. فدش اول مرة السالمية ودش اول مرة شباب ودش اول مرة فيحيل. الفيحيل داش في الكاس، كاس الامير، لكن كدوري اول ست فرق. ها ست فرق. نعم. ايش رايك نطلع فاصل ان شاء الله ونتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع كتيب أو إصدار خاص من الاتحاد الكويتي كرة القدم يتناول مسيرة مسابقة الدوري والكاس من سنة 61-62، نقول من 61 لغاية 75. نعم. طبعاً
العربي فاز في أول ثلاث مواسم. صحيح. ل 61 62 62 63 63 64 احتكر. صحيح. يعني امتلك الكاس ثلاث مواسم. الموسم الرابع للدوري طلع البطولة الرابعة خالي الوفاض على قولتهم. اي البطولة الرابعة دخل نادي الكويت وفاز ببطولة الدوري نادي الكويت برصيد 17 نقطة والثاني القادسية برصيد 15 نقطة والثالث العربي برصيد 12 نقطة. الأول الكويت، الثاني القادسية، والثالث العربي. النقاط كم؟ ومن ثم نعم النقاط كم؟ النقاط أول شيء الكويت 17 ايه؟ القادسية 15 والعربي 12 ومن ثم في فرق عاد السالمية 8 والفحيحيل 4 والشباب 4. لكن أبو فهد أنا ودي أوقف هنا يعني قبل لا أستعرض النتائج. نعم. يعني العربي تراجع كبير. صحيح. من بطل إلى المركز الثالث وفرق عن يعني منو شو اللي صار بالعربي في هالفترة؟ هل يمكن صار في اعتزالات الجيل قديم يعني دشوا شباب دشوا هذا أعتقد إن أول موسم يطلع منهم عبد الله العصفور. أي. عبد الله العصفور انتقل لنادي القادسية أعتقد موسم بسنة 64. نعم. فأتوقع أنه أثر أنه راح القادسية كابتن عبد الله عصفور رحمة الله عليه أبو عابد يعني لا يعني تكلم عن نجم من نجوم الكرة الكويتية في فترة الستينات وكمل لقاية موسم 76-77 نجم من النجوم يلقب بالسد العالي. طبعا أعلى نتائج في هذا اللي سجلت في هذا الدوري اللي هو دوري الدرجة الأولى 64-65 عندنا فوز العربي على فحيحيل 10-0. العربي على فحيحيل؟ اي فوز العربي على نادي الفحيحيل 10-0 وكذلك فوز نادي الكويت على نادي الشباب 10-2. ايه عربي على فحيحيل 10-0 وكذلك نادي الكويت على الشباب 10-2. في عندنا كذلك فوز القادسية على نادي فحيحيل 9-1. هذه بداية الأندية الفحيحيل الشباب السالمية هذه بداية الأندية وقتها يعني هذا أول موسم يشاركون فيه موسم 64-65. نعم صحيح. طبعا موسم 64-65 كان هناك في درجة ثانية نفس الفرق نفسهم اي اللي هم العربي الكويت القادسية وفحيحيل والشباب السالمية. صحيح. يعني إلى الآن ما دشوا كاظمة إلى الآن خيطان ما دشوا خيطان نصر هذيل التضامن هذيل 65 دشوا. أي نعم. طبعا اليرموك ما دش كذلك. صحيح. فعندك طبعا دوري الدرجة الثانية اللي تحت تحت السن العام في عام 64-65 حصل عليه نادي القادسية ب 18 نقطة. هني أنا أعتقد شباب القادسية هم بعد ما انضجوا سيطروا على البطولات في السبعينيات. صحيح. يعني هذا فريق الشباب تقريبا يعني أنا أتوقع الشباب هني اللي هو إذا قلنا سن أي سنة هذه لا هم بعد يعني يبينهم الشباب قدام بعد. القادسية تصدر 18 نقطة ومن ثم العربي 16 والكويت 13. أها. وصلنا للتجوري أبو غازي. تجوري طبعا نتائج مباريات درجة ثانية موسم 64-65. أعزائي المشاهدين لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.